باش تعطي المشغل الرغبة في أنه يقرأ السيفي ديالك، خاص يتم الإرفاق ديالو بطلب عمل خطي. هاد الرسالة خاصة تشرح علاش تنبحثو بالضبط وتثير الانتباه للجوانب القوية في التجربة ديالنا على مستوى المنصب المطلوب. لكتابة هاد الطلب كاينين ثلاثة ديال القواعد أساسية. الفقرة الأولى تكلم على المسار الدراسي ديالك، الحويجات اللي عرفتي، الحويجات اللي كونتي فيهم كفاءة، المجالات اللي تقدري تكوني فيهم ميزة. أولا، التوفر على مجموعة من المعلومات، ماشي فقط فيما يخص المنصب المطلوب، ولكن حتى على المقاولة ومشاريعها والمسيرين ديالها، باش نبيلو بلي فكرنا مزيان في محيط العمل وفي المنصب في حد ذاته. نشوف لو بوست ا بورفوار، اشنو هو هذاك المنصب الشغل اللي من اجلو غادي ندفع ديك لا ليتر دو موتيفاسيون. هذا الا كان عندي علم مسبق بهذه المساله نكون عارفه، ونحاول ما امكن ان نصب مجموع الكفاءات اللي تقدر تمشي للخانه ديال داك المنصب الشغل هي اللي نعطيها قيمه. ثانيا، في نهايه الرساله ما خاش نساو نطلبوا مقابله عمل، نوضعوا اجل لاعاده الاتصال بالمقاوله واخذ موعد. ونختم بواحد اللقاء، ان دوموند دو رونكونتر افيك ان ريسبونسابل او جو سوري بلوس ديفوندر ما كانديداتور اي دوني بلوس دو هاد. ثالثا، اساليب اللياقه خاصها تكون بسيطه ومباشره. طلب عمل مكتوب مزيان يقدر يخلق التميز ويفتح الابواب للانترتيان.